تعالوا نشوف ترند الاهلي بيتكلم عن ايه النهارده وايه الامور اللي تم التطرق ليها بخصوص النادي الاهلي. نبتدي بالحساب الرسمي للنادي واللي قال مانويل نوير وتصريحات ليه. قال ايه نوير؟ قال لقد كان من الرائع التعرف بالشناوي واتمنى النجاح له ولنادي في المستقبل. علاقه مميزه جدا ما بين حارسين كبار سواء مانويل نوير طبعا نجم الالماني الكبير نجم منتخب المانيا ونجم فريق بايرن ميونخ ومحمد الشناوي افضل حارس في افريقيا وحارس النادي الاهلي وحارس منتخبنا الوطني. واحنا شفنا لما الشناوي كان اتكلم وقال تصريحاته بخصوص نوير وانه مثله الاعلى. تعالوا